السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: دعوات لمليونية لإزاحة البرلمان الفاسد من العراق. لم يقدم البرلمان في العراق منذ تأسيسه بعد الاحتلال أي شيء للشعب العراقي، على الرغم من أن الوصف القانوني للبرلمانيين هو ممثلو الشعب، لكن هؤلاء الممثلين لم يمثلوا إلا على الشعب العراقي، فلم يقدموا ولم يقوموا بتقديم أي تشريع لقانون سوى لخدمة مصالحهم الشخصية والحزبية، وهذا ما دفع العراقيين إلى الانفجار غضبا في ثورة تشرين التي تهدف إلى إزاحتهم من الحكم بسبب فسادهم. والآن وبعد إسقاط حكومة عادل عبد المهدي وتلتها حكومة محمد توفيق علاوي المزعومة، ها هم ثوار العراق يستمرون في ثورتهم حتى إسقاط النظام، واليوم تتعالى أصوات الثائرين في كافة المحافظات العراقية إلى التحشد في مليونية لإسقاط البرلمان الفاسد كما يصفه العراقيون. مشاهدينا، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين لكم، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نطرح عدة أسئلة في هذه الحلقة، لكن السؤال الأهم هو: ما الذي قدمته برلمانات ما بعد الاحتلال للعراقيين؟ ما القوانين التي شرعتها هذه البرلمانات منذ أول برلمان في العراق بعد الاحتلال وحتى هذه اللحظة؟ ما الذي قدمه البرلمانيون؟ هل فعلا مثلوا الشعب العراقي باعتبار أنهم الوصف القانوني لهم أو الوصف المنطقي لهم أنهم ممثلو الشعب؟ هل فعلا مثلوا الشرائح المجتمعية بمختلف أطيافها ومكوناتها؟ هل استطاعوا أن يمنعوا الفاسدين من فسادهم؟ هل استطاعوا أن يحاسبوا اللصوص؟ هل يحاسبوا القتلة؟ يحاسبوا قادة الميليشيات؟ يحاسبوا من دمر البلد؟ ألم يسهموا في تدمير العراق بمشاركتهم في كل ما يحدث من سرقات وفساد؟ ألا تعتبر الشخصيات المشاركة في البرلمان هي بحد ذاتها أشخاص أو مجموعة أشخاص متهمين بالفساد وعليهم ملفات كثيرة من القضايا أو الملفات المتعلقة بالفساد وغيرها؟ هل مثل البرلمان العراق بالوجه الأمثل داخليا وخارجيا؟ هذه الأسئلة وغيرها طبعا الكثير نطرحها في هذه الحلقة، بإمكانكم أن تشاركونا للإجابة عليها. وحقيقة التفاعل حول قضية الدعوات لمليونية لإسقاط هذا البرلمان، بالإضافة طبعا إلى إسقاط النظام، إزاحة هذا البرلمان الذي يعتبره العراقيون أنه أفسد مؤسسة حكومية موجودة في العراق، وبسببه دمر هذا البلد بسبب نظام المحاصصة والمحسوبية والطائفية الذي هو ركن أساسي من أركان هذا البرلمان. طبعا النائب عن كتلة تيار الحكمة، وللتأكيد على هذا الكلام، أسعد المرشدي، قال إن رئيس الوزراء المقبل لن يمرر دون تسمية حصص المكونات والكتل السياسية بتشكيلته الوزارية. أضاف أيضا أنه ليس من السهل مغادرة المحاصصة والمكتسبات، فهي عرف سائد في العملية السياسية منذ بدايتها وحتى اليوم. هذا بكلام أو على لسان نائب عن تيار الحكمة التابع لعمار الحكيم، نائب يتحدث بهذه الطريقة. طبعا كل هذه الأمور تدخل في إطار الصراعات السياسية، لكن هذا لا يمنع أنها حقيقة واقعة موجودة على الأرض. أوضح أيضا أسعد المرشدي النائب عن كتلة تيار الحكمة أن الأحزاب والكتل السياسية حققت فائدة كبيرة، واستطاعت أن ترسخ وجودها على الساحة السياسية
وتقوي أجنحتها العسكرية والسياسية، لذلك فإنها لن تغادر موضوع المحاصصة. هل خرجت حكومة من حكومات ما بعد الاحتلال التي صوت عليها البرلمان والتي رعتها هذه الأحزاب المشاركة في العملية السياسية، هل خرجت حكومة عن نظام المحاصصة ونظام التجزئة والطائفية والتحزب؟ هل وجد العراق منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة حكومة وطنية استطاعت فعلا أن تبني شيئا في هذا البلد، استطاعت أن تمنع الميليشيات من العبث في مقدرات الشعب وفي أرواحهم حتى؟ هل وجدنا هذه الحكومة منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة؟ سؤال يطرح. طبعا أيضا اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، وللتأكيد على هذا الكلام بخصوص الدعوات لمليونية، أكدت اللجنة أنها ستعلن قريبا تنظيم تظاهرات مليونية للمطالبة بحل البرلمان واتخاذ خطوات تصعيدية من أجل إنهاء هذه المؤسسة القائمة على التزوير والفساد وسرقة أموال الدولة. هكذا يصف العراقيون وهكذا تصف اللجان المنظمة للتظاهرات البرلمان في العراق، بأنه عبارة عن مؤسسة قائمة على التزوير والفساد وسرقة أموال الدولة. ألم يقل في وقت من الأيام، أو ألم يصف أحد النواب البرلمانيين سابقا الشعب العراقي بالبائس وأنه لا يستطيع أن يتخلى عن مخصصاته وعن امتيازاته؟ وقالها بالحرف الواحد أن لو قطعت عني هذه الامتيازات لا تشردت أنا وعائلتي في الشوارع، كما يعيش الشعب العراقي البائس، بهذه الطريقة وصف المجتمع. هذا لسان أحد النواب، فماذا عن البقية؟ ألم يجاهر أحد النواب في البرلمان على شاشات التلفاز بأن كل من شارك في هذا البرلمان هو لص مرتشي وسارق؟ هذا اعتراف داخلي أصلا من داخل أروقة البرلمان من أحد النواب البرلمانيين على شاشة التلفاز، ومع هذا لم نشاهد أحدا منهم يحاسب على ما ارتكبه من انتهاكات، على ما ارتكبه من سرقات، على ما قام به من أفعال مشينة أو أفعال ربما يعني ضايقت أو أثرت على المجتمع بشكل عام، وأثرت على خزينة الدولة بشكل عام، على الاقتصاد العراقي، على الدولة بكل مؤسساتها. ألم يشرع هذا البرلمان قانونا لحماية الميليشيات؟ ألم يجعل مؤسسة الحشد الشعبي التي هي مجموعة من الميليشيات تصبح مؤسسة قانونية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة؟ ألم يعطي الحصانة لهذه الميليشيات أن تفعل ما تريد دون حساب، دون عقاب؟ هذا ما خرج حتى الآن أمام العراقيين من مؤسسة البرلمان أو من هذه المؤسسة التشريعية التي لم تقدم شيئا للمجتمع العراقي. طبعا لدينا بعض المقاطع نود أن نشاهدها مع حضراتكم مشاهدينا الكرام. طبعا في البداية عن توافد المتظاهرين من المحافظات الجنوبية إلى بغداد للمشاركة بمليونية الأول من آذار ضد مرشحي الأحزاب الحاكمة، فلنشاهد. ضد محمد توفيق مليونية، وضد جابك توفيق مليونية، ويوم الواحد آذار مليونية، وصرخة كل الثوار مليونية، وصرخة كل الثوار مليونية، مليونية صرخت كل الثوار مليونية، ويوم الواحد آذار مليونية، مشاهدينا الكرام معنا السيد أبو أسد من البصرة، تفضل يا أبو أسد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي برنامجكم هذا المؤقت. أهلا وسهلا. وأحيي جميع المشاهدين قناة الرافدين. حياك الله. أي يعني موضوعنا اليوم موضوع ثورة تشرين. إحنا إن شاء الله إن شاء الله الثورة باقية. المظاهرات باقية ومستمرين. أنا صار لي والله صار لي 5 أشهر ما شايف هذه، ما شايف البصرة، ما رايح البصرة نهائيا. نعم. أنا حاليا ببغداد. نعم. ما أرجع للبصرة إذا مو منتصرين. اليوم الموضوع عن البرلمان يا أبو أسد،
الدعوات لمليونية نعم لإزاحة هذا البرلمان، هذه المؤسسة القائمة أي على الفساد. ما الذي قدمه نعم البرلمان للعراق وللعراقيين؟ كل شيء مقدم، عيني كل شيء مقدم، خراب خراب بخراب. برلمان بياخذون رواتب 4 سنين، يطلع ياخذ تقاعد، بينما الموظف يخدم له 20 سنه ياخذ 400 الف. نعم. هو يخدم له 4 سنين، جاي من الشارع، هتلي حسب ما اقول بوجهه سلسليه، وياخذون بالملايين وخدمات وجواز دبلوماسي. برلمان مش عمي، ذولا عصابات، ذولا عصابات جابتهم ايران، ايران والميليشيات جابتهم. هم ذول البرلمانيين نفسهم ميليشيات، اصحاب ميليشيات، رؤساء ميليشيات. من عندك هذا عامري يقول انا كنت قاتل داعش؟ يقول كنت قاتل داعش انا ايده، وذاك ابو المهندس الله ينبش قبره. طيب. هو وذاك السليماني. عمي البرلمان هذا لازم يحل هسه، الجمهوريه بشخطه قدم لازم يحل البرلمان. الشعب مريده، رئيس الجمهوري، رئيس الوزراء اللي اختاره محمد علاوي فرضوا عليه برضه، وهو الشعب اصلا مرايده. نعم. وفرضوا هم وهم راضي عليهم، بعد من راح يرضى عليهم؟ ما حد حتى رب العالمين ما راضي عليهم. نعم. احنا نريد رئيس وزراء من ساحه التظاهرات يختاروه، ولمده سنه 9 شهور يشكل حكومه هو لازم. والشعب نعم. رضى عليه رضى، ما رضى يتبدل، بس ان شاء الله الشعب راضي عليه، لان نعم. هو ابن الشعب راح يجي. نعم. ما يجينا من برا. ما يجي يجينا واحد شبعان وهم مو جوعان، الجوعان ترى يعني اذا قعانه جوعانه تبقى جوعانه والله، بس نعم. تخدم تخدم البلد. انا اشوفكم يوميا الساعه 10 صوتكم، وارد احصلكم، ما احصلكم بزعت، وهم جي انسان احصلكم بزعت عمي. وانا يعجبني المتكلم، احسن متكلم، وكلهم ان شاء الله مجانين. نعم. المتكلم بتاع التظاهرات اياد الرومي. يحكي حكي منطقي، يحكي يعني هو برلمان يحكي بقدر ما حكي، لا والله ما يعرف. طيب. برلمان ذول هذا رئيس البرلمان مالك يقدر يحكي قدر ما حكي اياد الرومي؟ لا مستحيل، اياد الرومي وغيره. طيب. ذول يمثلون ساحه التظاهرات. وان شاء الله البرلمان ينحل. والشعب يحله إذا الله وعد. شكرا يا أبو أسد، كنت معنا من البصرة أو من بغداد بالأحرى. لدينا مقطع أيضا تأكيد من ساحة التظاهر من المتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد على مواصلتهم التظاهر ضد الأحزاب الفاسدة رغم القمع الحكومي المستمر، فلنشاهد. عشرة نموت مية، أنا قافل على القضية، نموت عشرة نموت مية، أنا قافل على القضية، نموت عشرة نموت مية، أنا قافل على القضية. طبعا مدينة الناصرية في محافظة ذي قار شهدت الكثير من المآسي حقيقة، ومع هذا صامدة ومؤثرة بشكل كبير في ساحات التظاهر بسبب الإصرار الذي يتمتع به المتظاهرون في مدينة الناصرية. طبعا أيضا لها دور بارز في المليونيات أو المشاركة بالمليونيات المطالبة بإسقاط النظام وإزاحة الأحزاب الفاسدة. دعونا نشاهد هذا المقطع. الآن معنا السيد أبو عمر من الموصل، تفضل يا أبو عمر. أبو عمر
فقدنا الاتصال مع السيد أبو عمر من الموصل. طيب نقرأ رسالة من السيد مبروك من الإمارات، يقول: تحية لك أخي محمد، وتحية للأصوات التي ترفض البرلمان والأحزاب وعملياتهم السياسية المبنية على المحاصصات الطائفية الفاشلة. الثوار واعون لحقيقة الفساد والطائفية وحقيقة الطغمة الفاسدة، لذلك يجب وجود حكومة وطنية يشكلها ثوار وساحات التظاهر في العراق، وإسقاط منظومة الفساد والعملية السياسية المبنية على المحاصصات الطائفية البغيضة، وستشرق شمس العراق بنصر مؤزر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. تحية لكادر قناة الرافدين والعاملين فيها ولهيئة علماء المسلمين وللدكتور مثنى حارث الضاري ولهذه القناة، صوت الثورة وصوت تشرين الحق والقيم والعدل والمبادئ العظيمة بتضحيات الشهداء الأبطال. ولك أخلص تحايا محمد ولزملائك، والخزي والعار لساسة الفساد القتلة وميليشياتهم التي تقمع ثورة تشرين. شكرا جزيلا سيد مبروك من الإمارات. لدينا مقطع أيضا نود أن نشاركه مع حضراتكم، وهو من ساحة التحرير للتظاهرات الليلية، فلنشاهد. أحد المشاركين على الواتساب عمار الخليفي يقول: السلام عليكم، أخوكم عمار الخليفي من أم قصر، أشكرك أستاذ محمد على البرنامج. يقول أستاذ محمد: لا تتعبون أرواحكم وتقولون عندنا حكومة، عندنا عصابة وميليشيات تابعة لإيران، لا تنظر فيهم لا تنتظر بهم خير، الله لا يوفقهم. فقد العراقيون الأمل بهذه الأحزاب، بهذه البرلمانات التي شكلت، بالحكومات التي جاءت بعد الاحتلال، لم يقدموا شيئا للمجتمع، وبالتالي خرج عليهم العراقيون لإزاحتهم وطردهم من العراق، محاسبتهم أولا ثم بعد ذلك يطردوا من هذا البلد. هكذا يريد العراقيون، يريدون استعادة هذا الوطن الذي سرق منهم عن طريق هؤلاء الذين الآن يجلسون في المنطقة الخضراء من برلمانيين سياسيين وأي شخصية أخرى شاركت في هذه العملية السياسية. نتابع أيضا من محافظة كربلاء وجانب من التظاهرات للأهالي في ساحة الأحرار ضد الأحزاب وضد البرلمان، فنشاهد. معنا الآن السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. أبو زينب. نعم. تفضل حياك الله. وياك وياك. تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هو مثل ما يقول طال الحديث به. يعني هذه عملية الضحك على ذقون الناس.
نعم. وعلى دماء الناس، دماء الشهداء. يعني الى الان الحكومه والاحزاب ما فهموا او ما يردون ان يفهمون رساله الشارع. نعم. يعني هي المشكله مو مشكله ازاحه رئيس وزراء واجيب رئيس وزراء ثاني من نفس الاحزاب. نعم. الشارع يقول لهم جربناكم 17 سنه كل شيء ما قدمتوا للعراق. نعم. الوطن انسلب وتسلب. الاموال اللي هي اموال الشعب كلها تسلبت. نعم. اللي يردون يقولوا وقالوا لهم اياه ملايين المرات، قالوا لهم احنا هذه الاحزاب ما نريدها. والمرجعيه نعم. تقول المجرب لا يجرب. ويعودوا لك نفس الاحزاب. ما هم يفسروها غير تفسيرات يا ابو زينب. اجعل العراق بحرا من الدماء. واحد يقول ان نسوي كذا. طيب انتم تجون تدعون بانه انتم جايين من اجل الشعب. نعم. والشعب قال كلمته. نعم. ليش ما تسوون انتخابات عاجله ما تتجاوز الشهرين؟ ها كاقصى موعد حسب القانون والدستور. ومثل ما صرح به الاستاذ الكبير القانوني الكبير الاستاذ طارق حرب يقول مو 10 اشهر و 8 اشهر وما ادري شلون، يقول مو اكثر من شهرين. نعم. وجاي يلعبون على الناس. انا بس اريدك يا ابو زينب حتى نتناقش، اريدك تنص صوت التلفزيون. نعم. لا هموم ودماء الناس ما يصير هالشكل. فهذول كلهم الموجودين بالسلطه هم ناس كاذبين. ناس قتل مجرمين دجالة نهبوا العراق ودمروا. نعم. ابو زينب. نعم. بس نص صوت التلفزيون حتى اعرف اتناقش وياك. صي. لانه دي يسوي صدى صوت فحتى اتناقش وياك تسمعني بوضوح. بني وياك. طيب سيد ابو زينب، انت حضرتك تفضلت بكلام مهم جدا وقلت انه المرجعية قالت المجرب لا يجرب، وهم دا يفسروها تفسيرات وفق مزاجاتهم، وفق يعني موافق الربيعي قال المجرب لا يجرب، هذا المرجعية ما تقصدني إليه. طيب هم قاموا يفسروها، احنا ليش ننطيهم الفرصة حتى يقعدون يفسرون براحتهم؟ ليش ما تطلع المرجعية بفتوى صريحة تزيح العملية السياسية او تدعو الى رحيل السياسة؟ هم يقولون احنا قيادتنا المرجعية واحنا نسمع كلامها. تطلع المرجعية بشكل واضح تقولهم روحوا اتركوا السلطة للعراقيين. ليش ما نشوف هذا الموضوع؟ تطلع لنا تصريحات مبهمة، تصريحات عامة، وكل من يفسرها حسب ما يحب. أخونا العزيز أستاذ محمد. نعم. المرجعية بحى صوتها. ولكن لا حياة لمن تنادي. نعم. هاي أولا. ثانيا المرجعية مقيدة. ليش؟ الفعل الأحزاب والميليشيات يدمر بالعراق ويقول لك طرف ثالث وطرف مجهول وطرف لا موجودين، هم دول اللي يقتلون بالمعتصمين السنيين. نعم. الآن يعني أصحوا أنه لا تنفع السنية وإنما يجب أن تصعد وأن تحتل المنطقة الخضراء ويطرد كل ما موجود فيها ويسوون اعتصام ويسوون حكومة إنقاذ وطني ويسوون انتخابات مبكرة. نعم. غير هذا ما ينسون حال البلد. طيب أنا أشكرك يا سيد أبو زينب معنا من النجف. في رسالة لدينا من عمار من بابل يقول أستاذ محمد السلام عليكم. البرلمان علي عمار من بابل يقول البرلمان العراقي لا يمثل شعب العراق بل يمثل إيران، هكذا يرى علي عمار من محافظة بابل. طيب نذهب الآن إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
إذن مشاهدينا الكرام، نستمر بالحديث عن الدعوات لمليونية لإسقاط الحكومة، لإسقاط النظام عفوا، ولإزاحة الأحزاب الفاسدة، وكذلك لإزاحة هذا البرلمان الفاسد كما يراه العراقيون. قبل قليل عرضنا رسالة من علي عمار من بابل يقول: البرلمان العراقي لا يمثل الشعب العراقي بل يمثل إيران. يعلم العراقيون حقيقة المتحكم في المشهد العراقي السياسي، ويعلمون من هو المسيطر، ويعلمون أن إيران هي التي تقف خلف كل هذا الخراب والدمار بعد الولايات المتحدة. دعونا نشاهد هذا المقطع لهزيج من منطقة العلاوي وأمام مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضد إيران، فنشاهد. دعونا نستمع الآن مشاهدينا الكرام إلى السيد أبو عمر من بغداد. أبو عمر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله قناة الرافدين وحي الله مشاهديها، والرحمة على شهداء التظاهر، وأيضا الشفاء العاجل لجرحانا. أستاذ محمد، بالنسبة لموضوع البرلمان أو موضوع أحزاب السلطة، هي اللي كلها ما دعمت ما سوت شيء من 2003 ولحد الان سوى الخراب والدمار والتهجير والقتل، وماكو اي خدمات قدمت هذا البلد العظيم. هذا البلد استاذ محمد، يعني هذول الناس مو قاده ولا هم للوطن او حبهم للوطن، ولا هم بس لمصلحتهم الخاصه كيف يبنون مصالحهم على هذا الشعب وعلى دماء الشعب. فالبرلمان يجب اسقاطه، وايضا اسقاط كل الاحزاب اللي فاسده اللي حكمت العراق من 2000 لحد اليوم هذا. فعلى الشعب العراقي ان كله يتوحد في هذه التظاهره المليونيه ضد البرلمان، ضد الاحزاب الفاسده اللي ما بينت غير الخراب والتدمير للعراق كافه اجمعها. واليوم الشعب العراقي واقف امام هذه الاحزاب الفاسده أو هذا البرلمان الفاسد اللي ما يحمل سوى الدمار والخيبة الأمل وعدم يعني التوافق في نفسهم، وعدم الاختيارات الكتل في نفسه، والصراعات التي تدور في البرلمان والصراعات التي تدور في الأحزاب السلطة الفاسدة. اليوم الشعب العراقي اكتشف منهم وهم في هذه المنطقة وفي العراق وكافة أنحاء المحافظات. يجب كل من اجى للعراق يجب ان مغادرة العراق، وهذه الاحزاب الفاسدة يتركون الحكم لاهل البلد واختيار رئيس يحكم البلد. ليش بعدهم مدى يفهمون هاي النقطة يا ابو عمر؟ ليش بعدهم مدى يفهمون هاي النقطة؟ استاذ محمد، مو هم المشكلة، هم يكذبون بنفسهم عم يصدقون نفسهم. هم في نفسهم استاذ محمد يكونون لهم يعني فد رأي، يعني هذا عدم المستحى والخجل اللي هم اللي جايين من عنده. فالانسان اللي ما اكو قول ينقال عليه اذا لم تستحي فافعل ما شئت. فهذول استاذ محمد ما يفيدهم اي مستحى، وان شاء الله بقوه الله الشعب العراقي ان شاء الله متوحد وكشف حقائقهم وكشف هذه القمع اللي قاعد يصير من عندهم. والشعب العراقي جدا ما يريدهم، وصارت التكلم عن كافه هذه الاحزاب في الدوائر الحكوميه وفي كافه الاماكن انه ما راضين من عندهم وما راضين، لكن ثوارنا وبعزين ابطالنا ان شاء الله وفي كافه المحافظات ان شاء الله لهم المكانه الاولى المقدمه للشعب العراقي، والشهداء اللي راح دماها ان شاء الله ما يروح دماهم هدر. ان شاء الله سوف يكون النصر على هذه البرلمان وعلى الاحزاب الفاسده الذي اتى بها الاحتلال. شكرا جزيلا لك سيد ابو عمر، كنت معنا من بغداد. طبعا في الوقت الذي وقف برلمانيون حداد وهتفوا للإرهابي قاسم سليماني والإرهابي أبو مهدي المهندس في قبة البرلمان أو داخل البرلمان، لم يقف هؤلاء البرلمانيون دقيقة حداد واحدة على أرواح أكثر من 1000 شهيد وعلى 30,000 جريح وأكثر،
وأكثر من 5000 معوق ومصاب جراء القمع الحكومي وجراء القمع الميليشياوي الذي ترعاه الأحزاب المتواجدة في البرلمان. من نفق التحرير تظاهرات للطلبة تتقدمهم نعوش رمزية لشهداء ثورة تشرين للتأكيد على الاستمرار بالثورة وفاء لدماء الشهداء. فلنشاهد. معنا الآن السيد أبو فهد من الطارمية. تفضل يا أبو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييكم ويحيي قناة الرافدين. أهلا وسهلا. المتظاهرين إن شاء الله فايزين بعون الله. نعم. والله مرتين أنا بساحة التحرير اعتقلوني. مرتين بساحة التحرير اعتقلوني، بس أوجه رسالة أوجهها لوزير الدفاع ووزير الداخلية. الله الله بالمجاهدين، دول أبنائكم أخوانكم، دول أبنائكم أخوانكم، دول يريد طلعوا على مود الفاسدين والمتقطرسين والناس الخونة الأنذال. أبو فهد، ليش هو وزير الداخلية والدفاع منو الجابهم؟ والله هي جابتهم الأحزاب هذا. يعني تتوقع منه يصير شريف ونزيه ووطني ويوقف ويا الشعب؟ بس احنا نوصيهم حتى تشوف الاستهتار وصل بيهم الاستهتار وصل بيهم انه بالسيطرات يقومون المرأة ياخذون هويتها يفتشون هالمرأة. هاي وين صايرة؟ بيا زمن. نعم. يعني لما يطلع رئيس اركان الجيش، لما يطلع رئيس اركان الجيش يا ابو فهد ويقول احنا لحماية السلطة، احنا موجودين لحماية السلطة، هذا ايش تترجى منه هذا؟ والله يا اخي ما اجل حماية السلطة، ما اجل حمايه المواطنين، اجل يهينون المواطنين. هذا وزير الدفاع ووزير الداخليه هسه بالسيطرات، احنا من نجي البيت العالم مذلوله، حتى المره تاعي هويتي تنطيهم من يشوفونها شويه مرتبه وحلوه، تعرف لك تجيبين شو اسمه البطاقه التموينيه اللي تجيبين البطاقه هذا من المحيب. هذا يا حكومه، هذا ذلوا العالم عمي، ذلوا العالم، هذول فاشلين، دول اخوانا، دول بس الله يقاسي. احنا ناشد مين؟ ناشد امريكا، ناشد اليهود، ناشد اي دوله كانت، دول عربيه عمي، احنا دول نهونا، دول يعني نريد ندعم الدول السعوديه وغيرها والدول العربيه اللي توقف ويانا. دول المقاتلين لا يقل المتظاهرين لا يقل عن الألف شخص راح من عندهم يرحى من 25 بال 30 ألف. شنو على مود ايش؟ على مود من؟ على مود ايش كم خائن جابت لنا أمريكا؟ أنا أشكرك يا أبو فهد من الطارمية، شكرا جزيلا لك، ونتمنى رسالتك تكون وصلت لمن يهمه الأمر. أبو عبد الله من النجف، تفضل. أبو عبد الله
أبو عبد الله من النجف. السيد أبو عبد الله موجود؟ أبو عبد الله غير موجود. طيب دعونا نشاهد الآن متظاهرو ذي قار وهم يساندون تظاهرات في ساحة التحرير في بغداد. إذن مشاهدينا الكرام كما تابعتم هناك مناصرة ومؤازرة كبيرة جدا من المحافظات في العراق لساحة التحرير أو لساحات التظاهر في بغداد دعما ومساندة من أجل القضاء على هذه الطغمة الفاسدة التي جثمت على الصدور العراقيين طيلة 17 عاما، أحزاب، ميليشيات، شخصيات تحت إطار سياسيين وغيرهم ممن حكموا في العراق منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة. من معنا الآن؟ أبو عبد الله من النجف تفضل. أبو عبد الله، أبو عبد الله من النجف موجود؟ تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة عليكم. الله. وعليكم السلام. شلونك أستاذ محمد الأحوال؟ حياك الله أهلا وسهلا. حبيبي الكلام انتهى والأمور بينت واضحة، يعني ما يحتاج واحد نعلق أكثر من اللي صار. نعم. بس مثل ما قال الاخ اللي قبلي، يعني الدول العربيه مثلا جاي تنتظر. يعني احنا من عندك بعض الاحيان حضرتك مثلا جزاك الله خير افتهم، يعني انت ما تريد تصير بعض الشغلات، بس هي الحقيقه الحق يقال. السكوت من الرضا، يعني هذا الدم العراقي. نعم. هذا الدم العراقي العزيز. نعم. اللي شهدائنا بنص دمشق وبنص حلب وبنص، والحمد لله مدافعين عن كل الوطن العربي. نعم. حتى ما واحد يهز شارده ويقول انا رجال. ليش هسه وقت فزعه؟ نعم. وقت فزعه اخوانكم احنا ليش؟ شنو عداكم للعراق؟ اذا كان عداكم صدام حسين، صدام حسين انتهى. نعم. جاي تاخذونه منين؟ قولوا لنا كرسي. وانا سبق ان قلت لك ذولا موقعين وثيقه لا شرف، وحشى من يسمع وتسمح لي بهاي العباره. وعليها شغله بوقت الانجليز، ذولا مدفون بوجوههم، ما عندهم حياه. نعم. بريئين من الاسلام. طيب. يروحون فدوه للكفره، الكافر كافر مبين. بس هذا المتلون لأضواف الوجهين. أبو عبد الله وضحت، أنا أشكرك، كنت معنا من النجف. معنا أبو راشد من عمان، تفضل يا أبو راشد. تحية لك الأخ محمد وأخ المشاهدين. طال عمرك في واحد قبل أقل يتكلم عن الدول العربية هو سبب تدمير العراق والدول العربية، القوات الاحتلال دشت عن طريق الدول العربية. اللي صار صار يا أبو راشد، اللي صار صار وانتهينا من هاي المرحلة وهسه احنا نبدأ. نعم اللي صار صار، هسه احنا نبدأ نتكلم الآن، وموضوعنا أصلا بشكل عام مو على الدول العربية، موضوعنا عن برلمان فاسد يجب أن يزاح من العراق، هكذا يرى المتظاهرون، ما رأيك؟ رأيي طبعا هو رأي الشعب العراقي هو صحيح، لازم تغير نظام العراق الحالي لأن نظام فاسد التابع للقوات الإيرانية والدعم الإيراني. وشكرا يا طيب. شكرا يا أبو راشد. إذا مشاهدينا الكرام نستمر بحديثنا عن دعوات لمليونية من أجل إسقاط هذا البرلمان، إزاحته من العراق، البرلمان الفاسد كما يراه العراقيون ويراه كل متظاهر الآن في الساحات. هكذا هي هذه المؤسسة التشريعية التي من المفترض أنها عبارة عن مجموعة من الأشخاص يمثلون مناطق مختلفة من العراق، يمثلون الشعب بشكل عام، لكنهم لم يقوموا بتمثيل أي طرف
عراقي سوى أنفسهم وسوى الأحزاب التي ينتمون لها أو الجهات الخارجية التي تدعمهم. هكذا تعامل البرلمانيون في العراق طيلة هذه الفترة التي مضت، هكذا تعاملوا، يرون المجتمع العراقي أو ينظرون إلى العراقيين على أنهم مجموعة من البائسين ويستحقون ما يحصل لهم، وهم أولى بهذه الامتيازات وبهذه الأموال. في الوقت الذي يقتل فيه العراقيون في الشوارع، خرج هذا البرلمان بعطلته التشريعية مدة شهر وقليل، شهر ونصف تقريبا أو أقل من الشهر ونصف، خرجوا بعطلتهم غير آبهين، غير مكترثين لما يحصل في الشارع العراقي من سيل الدماء العراقية، من استشهاد، من إصابة المتظاهرين، من استخدام كافة الأسلحة عليهم، من دز الميليشيات أو زجهم بين صفوف المتظاهرين لطعنهم بالسكاكين، للاعتداء عليهم، لخطفهم، لاغتيالهم. يخرج البرلمانيون في عطلة تشريعية غير مكترثين، غير آبهين. عندما يتم التصويت على أو طرح فكرة سحب الامتيازات من البرلمانيين، يعترضون بالإجماع. وعندما يكون موضوع لشرعنة الميليشيات، يوافقون بالإجماع. هكذا يتعامل البرلمان في العراق بالقوانين، هكذا يتلاعبون بها. وطبعا هم الذين يختارون رئيس الوزراء، هم الذين يضعون هذه الشخصية بالاتفاق، طبعا بالتوافق من الكتلة الأكبر، ما يسمى بالكتلة الأكبر، وهي التي تعطي أو توافق على تشريعاتهم باعتبارهم أنهم هم الذين جاءوا بها، وهي توافق على تشريعاتهم، وهكذا تسير الأمور في العراق. يخرج محمد الحلبوسي رئيس البرلمان يصف محمد توفيق علاوي بأنه شخص غير مستقل. كيف جاء محمد الحلبوسي أصلا إلى البرلمان؟ ألم يكن بعد زيارة إلى إيران وعاد منها ليصبح رئيسا للبرلمان؟ كيف جاء عادل عبد المهدي؟ ألم يأتي بتوافق ما بين الأحزاب وما بين الشخصيات؟ وحتى محمد توفيق علاوي الذي لم يوافق عليه الشعب جاء بنفس الطريقة. هكذا تدار الأمور في العملية السياسية في العراق. البرلمان باعتباره يضم الشخصيات المؤسسة للأحزاب وزعماء الميليشيات، هو المسؤول الأول أو الأساس لخراب البلد، ثم بعد ذلك الشخصيات التي حكمت بمنصب رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية. السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل. أبو فيصل، أهلا بك، السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ حياك الله، أهلا وسهلا. تحية لك وتحية القناة، تحية الكادر وغنى، تحية الشعب العراقي. بالنسبة لأستاذ محمد، العراق لن يصير شارع إلا بحل البرلمان، لأنه هو أستاذ محمد هو أساس الفساد، وهو هو برلمان ميليشيات ليس دولي، وهذا نعم. تابع للميليشيات. نعم. وبالنسبة لرئيس كما يسمون رئيس وزراء بالتوافق، فهل التوافق هو ميليشيات إيرانية؟ نعم. ما إذا بقي هذا البرلمان تبقى معاناة العراق، لابد من إسقاط هذا البرلمان مهما كلف الشعب. نعم. ثمن، لابد من إسقاطه، لأنه لن يكون قائمة أو يكون العراق ذو قيمة إلا بإحلال هذا المجرم. شكرا لك يا أبو فيصل. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.